تنتج هذه المزرعة أكثر من 3 ملايين بيضة كل شهر. هذا هو مخزن العلف. هذه المزرعة مصممة بحيث يعمل كل شيء آليا. يجب المحافظة على الهدوء داخل المزرعة والمحافظة على النظافة والتعقيم. تبيض كل دجاجة بيضة واحدة يوميا، ويتم جني البيض آليا. يجب تصميم المزرعة جيدا لتسع أكبر عدد من الدجاج، مع الوضع في الاعتبار عدم الاستحام. تصمم أرضيات الأقفاص بحيث يسهل تدحرج البيض مع عدم كسرها أو خدشها. يجب مراقبة الدجاج طوال الوقت وتخريج أي دجاجة مصابة أو ميتة لعدم التأثير على باقي الدجاج. الآن يتم جني البيض. يتم جني البيض كل ساعة تقريبا للحفاظ على البيض طازجا. يخرج هذا الحزام البيض من المزرعة إلى غرفة التجهيزات. المرحلة الأخيرة هي الفرز والتغليف ووضع تاريخ الإنتاج على كل بيضة، ثم يكون البيض جاهزا للتوصيل إلى أسواق الطعام والبقالات. هذه البيضة بها صفارين، هي كبيرة بالفعل.